طيب ماما سناء، ماما سناء النهارده طلعت تنصحكم وتوريكم طريقة المحشي. بصوا يا بناتي، بتقولوا الأول السمو بسم الله، وتقول اللهم صل على النبي، اللهم نور بصيرتنا بالصلاة على النبي، وتمسك الكرنبة وتروحي حاطة المية على الحلة يا غالي، تحط حبة ملح، ما تقطعهاش ورقة ورقة يا نور عيني، اقطع الذرة من فوق وجوريها كده اهو، وروح مسطاها على اللي انت جورتيها دي، اكفيها في الحل. شوف حلة عندك تكون حلوة كبيرة على قد كرومبتك، سيبها تاخد لها غلوة وتروحي عدلاها، تروحي عدلها على الناحية التانية وتسحبي بالورقة، تكون فكفكت من بعض، تسحبي بالورقة وتحط جارك يا نور عيني، طبعا البوتاجاز جار الحوض، وتحط جنبك على الحوض، تكون مصبنا الحوض صبنا مليحة يا نظيفة انت يا حلو. من ما تخلصيها يا نور عيني، شوف الورقة اللي عندك ما عجبكش سلقها نزلها تاني في المي. ماشي يا نور عيني، ادينا بدأنا فيه، خلصنا سلق الكرنب، خشوا معايا يا نور عيني على التسبيك، وخط البصلة بتاعتك وقلبي فيها باللي بين ايديكي يا نور عيني، بين ايديكي سمنة اعمليها بسمنة، بين ايديكي زيت اعمليها بزيت، اللي قدرك عليه ربنا يا نور عيني. خليها لونها يحمر شوية كده اهو، وتكون عاملة لها حبة قوطة حلوين، كتري لها حبة القوطة، قوم تبقى الرز. بصي يا نور عيني، والرز عليه صلاة نبي محمر، وتجيبي حبة الخضرة، تكتري حبة الخضرة يا نور عيني، وتشوفي معلقتين كزبرة ناشفين، كل كزبرة الناشفة دي وروح لكرنب، وتروحي يا نور عيني حطاهم، وتغسل حبة الرز، وتشوفي اللي هتحطي لهم ايه، وحطي معلقة كمون حصى مش مطحونة على التسبيكة، تخلي التسبيكة دي يا نور عيني ريحتها فظيعة، ريحتها جميلة، ريحتها مسكرة. وحطي يا سكر يا مسكر انتي، بصي بصباعك كده اهو حب السكر على التسبيك، تديها طعم تاني، انت حلوة وايدك هتحليه، بس حبة السكر تزيدها حلاوة. وتبدأ بالصلاة على الرسول، تلف زي ما انت عاوزة تلف، يكون عندك حبة شوربة، فيش حبة شوربة يا نور عيني، تغلي حبة المية وحيجيهم ومرق الدجاج، وتروحي زاكية الكرنبة، ما تسقيش الكرنبة تعبيها مية كد ما تتغطاش من الجو، عشان لما تغلي هتهزي، اول ما تغلي توطي عليه، تدي نفسك براح، المحشي يحب النار الهادي. سمعاني يا نور عيني، وتهدى عليه النار الهادي، لما يستوي، بعد ما يستوي تقلبيه في الصينية وتاكلي انت وولادك وجوزك بهدوان السر والصحة والعافية يا نور عيني. ممكن تعملي حلتين، تخلي حلة لبكرة وحلة لنهاردة، ما تخليهش مستوي، خليه يا نور عيني ني، وتحطي وتتعشي يا نور عيني. زاد منك حبة في الصبح، تقولي اعملي طبق سلطة وسخنيه، وحطي ولادك وتعشي يا نور عيني. وان شاء الله الجليل في ايدك يبقى كتير، ويحل دنياتك يا نور عيني بحلة المحشي وجوزك،
ويرضيكم بالخير يا بنات، ويسعدكم في بيوتكم، ويهدي سركم يا غالي. هتكتبولي في التعليقات هتقولولي يا ماما سناء هتلف وحدك ليه؟ وفين حريم ولدك؟ اقول حريم ولدي تتنفس بالخير مرت علاء والدي نورعين. صفاء والدة لها شهر، ندى معاها لعيالها صغيرين. ماما سناء هتحب تراضي حريم ولدي وتراضي بناتي، واللي يرضيني اللي راضي الكل رب. فحبيت انا طلعت اشارككم واوري بناتي طريق المحشي، وناكله بألف هنا وشفه، واقول لبناتي اوعوا تاكلوا المحشي من غير ماما سناء. حبايب ماما سناء يا حلوين، يا اللي بالخير راضيين يا نورعين، في حفظ الله يا نورعين.